من موسكو ينضم إلينا سيد أندريا أنتيكوف المحلل السياسي. سيد أندريا، هذا التناقض في الولايات المتحدة حول ضلوع روسيا والوقوف وراء هذا الاختراق الإلكتروني للأنظمة هناك، يعني كيف نجد هذا التورط والحديث عنه من بومبيو ونفيه من ترامب؟ يعني هناك بعض المعلومات في وسائل الإعلام مبنية على المصادر، يقال بأن يعني البيت الأبيض كان بتحذير لنشر التقرير الذي اتهم روسيا بهذا التدخل، ولكن في نهاية المطاف كان هناك تخلي من اتهام روسيا. يعني والآن نحن نسمع التصريحات وتغريدات، نقرأ تغريدات لترامب بأن ويتهم الصين. يعني واضح تماما أن نحن لا نعلم بدقة إذا حصلت أم لم تحصل هذا التداخل، هذه القرصنة، ولكن في نهاية المطاف إذا حصلت حقيقة فلا توجد لدى الولايات المتحدة الأمريكية أي معلومات دقيقة حول مسؤولية طرف أو طرف الآخر، دولة أو دولة الأخرى، بهذا الشأن، بهذا الملف. ولكن بومبيو أكد أن لديهم أدلة سيد أندري. نحن نسمع ذلك من وقت لآخر، والاتهامات بأن روسيا متورطة، وروسيا دائما تقول يجب أن تسلم لموسكو تلك الأدلة، ويجب أن نتعامل مع تلك الأدلة بشكل مشترك. يعني ولكن في نهاية المطاف نحن نسمع أو لا نسمع أي شيء إلا الصمت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو غير الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن في نفس الوقت ما يلفت النظر في تلك التصريحات لبومبيو هي بشكل أو بآخر غير مسبوقة، ويمكن يمكن أن أقول بأنها يعني يمكن أن تعبيرها كنوع من الرد لمن يتهم ليست روسيا بل الولايات المتحدة الأمريكية والإدارة الحالية في واشنطن بأنها وصلت إلى سلطة نتيجة التدخلات الروسية في الانتخابات الأمريكية. بومبيو الآن يقول بكل شفافية روسيا هي عدو بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، روسيا هي تقوم وراء قرصنة المعلومات في الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هو الرسالة إلى من يتهم هذه الإدارة الحالية، ولكن في نفس الوقت كما كان في السابق نحن فقط نسمع الاتهامات ولا توجد أي أدلة. طيب يعني ما هي أصداء هذه التصريحات بتورط روسيا ووقوفها وراء هذا الاختراق الإلكتروني في الولايات المتحدة؟ يعني أصداء ذلك في روسيا؟ يعني أنا يمكن أن أقول بأن روسيا أصبحت نوع من الشبح، ونحن بصراحة نشاهد هذه العملية الشيطنة روسيا خلال السنوات الأخيرة. يعني أنا أود أن أذكر بأن تلك الاتهامات حول التدخلات الروسية في الولايات المتحدة الأمريكية ليست الأولى من نوعها. يعني كان هناك الاتهامات بأن روسيا قد تدخلت في الانتخابات الأمريكية، الآن حول قرصنة المعلومات في أمريكا، وليس فقط في أمريكا. أنا أود أن أذكر بأن كان هناك الاتهامات تجاه روسيا بأنها تدخلت في عملية بريكسيت، بأنها قد سممت سيرغي سكريبال عميل روسيا السابق، أيضا المدون الروسي ألكسي نافالني وغيرها. فقط الاتهامات شيطنة روسيا دون أي دلائل. طيب أشرك معي سيد مجيد بودن، عفوا سيد أندري، ينضم إلينا من باريس سيد مجيد بودن المحلل السياسي. سيد مجيد، كيف تنظر لهذا التناقض ما بين الرئيس المنتهية ولايته ترامب وتصريحات بومبيو بتورط روسيا؟ يعني لماذا نفى ترامب هذا التورط الروسي؟ يعني هو شيء، هذا التناقض صار الآن واضح، ولكن يجب أن ننظر من ناحية القانون الدولي أن وزير الخارجية الأمريكي يلزم الدولة الأمريكية وليس مجرد مسؤول ليس له اختصاص. حسب اتفاقية فيينا لتمثيل الدول فإن وزير الخارجية هو كلامه هو كلام الدولة الأمريكية، هو كلام الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك هو الشأن بالنسبة لرئيس الولايات المتحدة. وبالتالي فهناك تناقض، ولكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن هذه الأيام هي فترة انتقالية، وقع الإعلان الآن
وحتى أن رئيس الأغلبية الحالية الجمهورية يعني وافقت على انتخاب الرئيس المقبل جو بايدن، وبالتالي طيب فإن في هذه قبل الفترة أن نتحدث عن جو بايدن سيد مجيد، لماذا يقلل ترامب من خطورة هذا الهجوم؟ يعني رغم أن المعلومات تتكشف يوما بعد يوم إلى أن نطاق هذا الاختراق كان كبيرا جدا. لأن هذا الاختراق هو شيء مهم جدا وهو كبير جدا، وهو يعد من يعني يبقى للولايات المتحدة الأمريكية الحق حسب القانون الدولي أن تقوم بردة فعل وأن تقوم بملاحقة الذين قاموا بذلك دولة وكذلك الأشخاص. نعم، لماذا الذين إذن قاموا يقلل بذلك؟ ترامب من خطورة هذا الهجوم؟ وبالتالي فإن يمكن لترامب حسابات أخرى، لأنه سيعيد ترشيح نفسه للانتخابات المقبلة ولا يريد أن يكون أعداء، وأنه خارج من السلطة الآن، فهو بقي له حوالي شهر تقريبا، وهناك هذا الموقف هو موقف سياسي، ولكن موقف الدولة الأمريكية سيتبين والإدارة الأمريكية ستتبين. ولا ننسى أن بومبيو هو رجل مهم في الإدارة الأمريكية الحالية، لأنه كان مدير الوكالات وكالة الإخبارية CIA سابقا، وهو يمثل يعني عمق الدولة الأمريكية، وبالتالي سننظر كيف ستتصرف الإدارة فيها بعد الفترة الانتقالية، لأن هذا مستقبلا سوف ينتقل الآن. نعم، كيف ستتأثر العلاقات ما بين روسيا والولايات المتحدة بعد تولي جو بايدن منصبه؟ جو بايدن وترامب سوف لن يختلفا في العلاقات الدولية، لأن أمريكا هي أمريكا ولها مصالح إن كان يحكمها الجمهوريون أو الديمقراطيون، وبالتالي فإن هناك مصالح عميقة لأمريكا تعتبر أن روسيا هي يعني منافسة، وتعتبر الصين منافسة كذلك، وبالتالي فإن هذه العلاقة ستبقى دائما على هذا الأساس. من ناحية الصين هي علاقة اقتصادية سياسية عسكرية، ومن ناحية روسيا فإن التنافس الاقتصادي غير موجود، وبالتالي يبقى التنافس هو التنافس عسكري وحربي، ويعني استعمال الوسائل الإلكترونية هي وسيلة من وسائل الحرب بطرق أخرى، وبالتالي فإن هذه العلاقة مع روسيا سوف تحكمها هذا التناقض، وأن الإدارة الأمريكية في هذا الشهر الأخير وبومبيو يلعب دور مهم. طيب الآن نتحول لسيد أندري. نعم، عذرا لضيق الوقت سيد أندري، يعني كيف وجدت طرح سيد مجيد، وهل ستتأثر العلاقات الروسية الأمريكية في المستقبل القريب؟ يعني بكل تأكيد يمكن أن نقول بأن تلك العلاقات مع الإدارة الجديدة الأمريكية ستكون سيئة جدا، حتى بعيدا عن تلك الاتهامات الجديدة. يعني نحن في روسيا نتوقع، وهناك تنبؤات بأن الإدارة الأمريكية الجديدة ستفرض العقوبات قاسية جدا على روسيا يعني بعد شهر أو شهرين من تولي في بيت الأبيض. فلذلك يعني حتى كما ذكرت بعيدا عن تلك الاتهامات الجديدة. نعم. سيد أندري أنتيكوف المحلل السياسي كنت معنا من موسكو، سيد مجيد بودن المحلل السياسي كنت معنا من باريس، شكرا جزيلا لكما.